بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعانيه الأستاذ عبد الوهاب حسين من أمراض ومن سوء معاملة ومن تضييق متواصل من قبل هذه العصابة وهو في سجنه، يؤكد أن هذه العصابة الحاكمة لم تعد تعترف بأي مادة من مواد حقوق الإنسان، فهي لا تعترف بمنطق حقوق الإنسان لأنها سجنت أغلب النشطاء الرئيسيين من في مجال حقوق الإنسان، كما أنها فشلت في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على هؤلاء المعتقلين خصوصا الرموز. فالأستاذ عبد الوهاب حسين الذي يعاني من أمراض شتى وقد أصبح غير قادر على الحركة بسهولة، كما أن عينه اليمنى قد بدأت تتهتك بسبب ارتفاع الضغط من جهة وبسبب زوال الأعصاب وتلفها نتيجة الإهمال ونتيجة سوء المعاملة. أستاذ عبد الوهاب حسين الآن يمثل رمزا لظلامة شعب البحرين، كما هو الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنقيس. فهؤلاء الرموز إنما يقدمون ويدفعون هذا الثمن بسبب صمودهم على مطالب شعبهم وتأكيدهم على ضرورة إيجاد حل جذري للمشكلة في البلاد وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية التي لا تلامس جوهر النظام. لقد مضت تلك الأيام التي يسيطر فيها الخليفيون كقبيلة وكعائلة وكعصابة على هذه البلاد وعلى شعبها، انتهت منذ أن انطلقت ثورة الشعب في العام 2011، انتهت هذه المقولة وأصبح الشعب يبحث عن منظومة سياسية جديدة تعيد للشعب كرامته وحريته وحقوقه وتضرب على أيدي العابثين بأمره وعلى أيدي المحتلين لأرضه وكذلك على أيدي من يتلاعب بثرواته وبحرية أبنائه وحقوقهم. الأستاذ عبد الوهاب حسين أصبح عارا رمزا على لعار هذا العالم الذي يتجاهل مصير هؤلاء الأبطال. إنه رمز تاريخي وحري بالعالم إن كان فيه من هو بطل من هو محب لحقوق الإنسان أن يقف ويدافع عنه ويرغم هذه العصابة على تقديم العلاج الكافي له بإشراف دولي. فهؤلاء العصابة إنما يسعون لإقناع العالم أحيانا بأنهم يقدمون العلاج ولكن ما أن يخف الضغط حتى يتراجعوا عن كل ذلك. الآن حياة الأستاذ عبد الوهاب حسين وحياة الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنقيس حياتهم جميعا في خطر بسبب هذا الإمعان في القمع وسوء المعاملة والإصرار على إنهاء حياتهم. إنها مسؤوليتنا جميعا كبشر كبحرانيين كمحبين للخير كعشاق للحرية والكرامة، مسؤوليتنا جميعا أن نتصدى لهذه العصابة الظالمة الجائرة التي حان الوقت لذهابها، فلتسقط العصابة الحاكمة.